وبعد هذا الماتش بنعود مرة تانية إلى فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته 24/22. كما جرت العادة اليوم بيبقى حافل، اليوم بيبدأ من الصبح بدري جدا، من الساعة 10 صباحا بتبدأ الجلسات، يبدأ نموذج المحاكاة بتاع حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أكتر من جلسة وورشة عمل. طبعا الحضور كان شديد الكثافة كما جرت العادة، القاعات كانت كلها ممتلئة عن بكرة أبيها زي ما بيتقال كده باللغة العربية العربية الفصحى. كمان اللافت للنظر جدا انك انت بتلاقي انه الحضور مش بس المشاركة، الحضور من جنسيات مختلفة، يعني مصريين وعرب واجانب وافارقة. اجانب هنا طبعا احنا بنوصف دائما الاوروبيين والامريكان اجانب، عرب وافارقة دول اخواتنا. فبتلاقي الحضور الحقيقة كان من كل الناس موجودين علشان بيشاركوا، اسف، علشان يحضروا هذه الجلسات والورش المختلفة، والقنوات كلها قاعدة عمالة بتغطي. يعني كان النهاردة الحقيقة اليوم حافل، واليوم كان نشيط ومثمر بطبيعة الحال، بعيدا عن مسألة نتيجة الماتش بتاعنا مع نيجيريا واللي خلت معنويات الناس الحقيقة سيئة جدا. عايز استأذنكم، احنا هنروح لتقرير عن حضور شباب العالم لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ 2022. نستأذنكم نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. لقد جئت لحضور هذا المنتدى لأنني كنت أرغب في التقاء بشباب يمثلون مختلف الدول العالم ويبحثون كل المشكلات المتعلقة بعالم اليوم، وهذه أمامنا قدر كبير من المشكلات التي ينبغي علينا أن نبحثها بالطبع. وهذا بالطبع ما أفضله في هذا المنتدى، أن ألتقي مع شباب دول العالم المختلفة. Hopefully impact our future. Actually, I'm so interested in social entrepreneurship, and here they have. بالفعل إنني مهتمة للغاية بموضوع ريادة الأعمال، وأحاول جاهدة أن أتعلم كيفية صنع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنني معجبة للغاية بهؤلاء الذين يحضرون هذا المؤتمر منذ سنوات، فهذا كله من شأنه أن يزيد وأن يعزز من خبرتنا. So I'm really, really glad for this opportunity to be here. It's my first visit here. إنني سعيدة ومعجبة للغاية بهذا المنتدى، لأن هذا المنتدى يحضره أناس على مستوى رفيع من الثقافة، عندما تراهم لا تملك إلا أن تعجب بهم. إنه أمر مدهش للغاية أن تستطيع مصر أن تستجلب كل هذا العدد الهائل من الشباب بعد فترة الانغلاق لكوفيد 19، وتستطيع الحكومة المصرية هذا. أعني أن بعد فترة انتظار طال أمدها لم يكن فيها الناس يستطيعون السفر والقدوم إلى هنا، أتوا جميعا، وبالتالي أنا سعيد للغاية أن رأيتهم استطاعوا أن يفعلوا هذا، أتوا ليبحثوا هنا في مصر عددا كبيرا من المشكلات الهامة والموضوعات الهامة تتعلق بالبيئة وتتعلق بالاقتصاد. أعتقد أن المنتدى يمثل أهمية قصوى بالنسبة لمصر، حيث تعقد على في إطاره عدد من ورش العمل الهامة. As well as workshops regarding to the UN SDGs, so I'm very excited. I love it absolutely. كان لقد دارت هناك مناقشات بناءة للغاية، وهذا ما نطمح في المضي فيه، ونأمل أن يشفر هذا عن فكر بناء. Such a nice forum and really really nice. بالطبع إنني معجبة للغاية بدقة تنظيم المنتدى منذ أن أتيت إلى هنا. بالطبع يبدو أن هذا المنتدى فعلا هو أحد الأحداث الهامة التي كنا نسمع عنها ولم نكن نحضرها. I hope it's going to be good. I think it's a really. نعم، دقة التنظيم هي أشد ما لفت نظري في هذا المنتدى. ولدي صديقة مصرية التي أخبرتني بضرورة المشاركة في هذا المنتدى بناء على هذه دعوتها لي، فكانت هذه الصديقة المصرية قد وجهت لي الدعوة منذ يومين، فاستجبت لدعوتها وأتيت للمشاركة هنا في هذا المنتدى.
لبحث عدد إن وجدت عددا كبيرا من الموضوعات الهامة المطروحة على أجندة المؤتمر مثل الأسرة ومثل الاقتصاد وكل الموضوعات الهامة الأخرى. Talk about like we are family or friends and stuff, so it's really interesting, I think.